أفرزت دراسة الطاعون ما يلي: العدد الإجمالي للطاعون 54460، منها 18226 مقبولة، ويضاف إليها 3273 مقبولة بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، ويبقى 15833 طعنا قيد الدراسة، والتي سيعلن عن نتائجها نهاية الثلاثي الأول 2019 وننتهي نهائيا من هذه الدراسة، وكلها خاصة بعدل 2، وتتفصل وضعية الطاعون حسب عدل 1 وعدل 2 كالتالي: 14486 طعن بالنسبة لبرنامج عدل 1، أسفرت دراستها على عدد طعون مقبولة 9991، عدد طعون مرفوضة 3415، عدد الطعون مقبولة بتحفظ 1080، 39974 طعنا بالنسبة لبرنامج عدد 2، أسفرت دراستها على الحالات، عدد الحالات المقبولة 8235، عدد الحالات المرفوضة 13713، عدد الحالات المقبولة بتحفظ 2193، وتبقى كما قلت 15833 هي في قيد الدراسة والانتهاء.